فايق وابن اخو انتش عليك؟ لك على ايدي تحكي؟ لك اطلع اطلع. هكذا يقول عامر ناقص تربية؟ لك انا لك انا ربيك. لك اطلع افتح الباب واطلع. خلي اراويك منو ناقص تربية. لك عاني تاج راسك. لا انت ولا اللي تعتبره مثلك الاعلى اصيرون تاج راسي. لك انت ما احترمت حتى عمي. لك انت من يا بشر؟ وروح على ابويا انت مو من البشر. لا عاد انت من البشر. الكل واحد بهالبيت يعرف انت اللي تسويه مو مال بشر. ولكم كافي. الظاهر انتوا طلعتوا من طوركم. الظاهر سويتوا البيت الى جهنم. سويتوا جحيم. ولكم ما تستحون. ولكم سويتوا له مهزلة ومضحكة للناس. عمو هي هاي مشاكلنا بهذا البيت كلها من وراء عامر. يعني عامر اذا عندك موضوع تريد تحكي بيه احكي بهدوء الا تصرخ. انت ايش عليك؟ المشكله بيني وبين اخويا، ما حد يتدخل. شلون ما حد يتدخل؟ يعني نشوف الاخوه دا يتعاركون احنا نسكت؟ ما يصير. سكت سحر. الظاهر هذول الاثنين مو مال احترام ومو مال عيني وغاتي. اسمع لك سامر، اسمعني كل زين، اسمع يا المثقف. انت مو تقول اني قاري كوما كتب؟ قول الكتب علمتك ما تحترم الاخرين؟ الكتب علمتك تسوي مشاكل؟ اذا هاي المشاكل اللي تسويها بسببي اني فحسابك وياي مو يا غيري. يا ريت يا ريت اقدر احاسبك يا ريت. لك سامر اسكت، لا قص لسانك. اسكت انت يا راد قص لسان. ليش انت مقصر بهذا البيت؟ كان احترمت وجودي بيناتكم، كان احترمت شيبات عمك. ولكم ليش؟ وش عمل؟ هذا صدق ولد اخويا؟ انا بحلم. لا لا لا، هذول مو ولد اخويا، هذول اثنين مستربطين من الشارع. اسمع، تالي ما تالي اربيكم من جديد. ليش بابا؟ ليش هيك تخلينا نخاف منك؟ اذا اكو خراب جديد راح يصير بهذا البيت فهو فايق. لا بابا مو فايق. أريد أقول لك شغلة ولا تزعل مني. إذا أكو فعلا خراب بهذا البيت فهو أنت وأخوك. شبهتيني بعامر؟ لا أنا ما شبهتك بي. أنت فعلا صرت نسخة منه إذا مو أكثر. بس شفت من أقول لك صرت نسخة منه؟ هاي شيلت ايدك لوحدها كافية. معقولة؟ معقولة بكل هالبساطة تشيل ايدك تريد تضربني؟ شو فرقت عنه؟ مو انت الاب المثالي؟ مو انت الصورة الرائعة اللامعة للاب العظيم؟ تجي بهالبساطة تهدم هاي الصورة؟